تحتفل دولة الكويت اليوم بالذكرى 61 للعيد الوطني الذي يجسد أعظم معاني وقيم الانتماء للوطن وقيادته التي حرصت طوال العقود الماضية على تعزيز مكانته والمحافظة على أمنه واستقراره ودفع عملية التنمية فيه بشتى المجالات. وتحيي البلاد هذه الأيام احتفالاتها بأعيادها الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهما، والتفاف أبناء الشعب حول قيادتهما الحكيمة لتمضي بسفينة هذا البلد نحو شاطئ الأمان والاستقرار والازدهار. على مسارات التنمية والصداقة والسلام والدبلوماسية الإنسانية تسلك دولة الكويت طريقها منذ 19 من شهر يونيو عام 1961 الذي يعتبر يوما مفصليا في تاريخها، عندما وقع حاكم البلاد 11 الشيخ عبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه وثيقة الاستقلال وإلغاء معاهدة الحماية مع حكومة بريطانيا المبرمة في عام 1899. عام الاستقلال شهد صدور مرسوم أميري بشأن العلم الكويتي، وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال، وتم تحديد شكله وألوانه. وجاءت الخطوة التالية بتقديم دولة الكويت طلبا للانضمام لجامعة الدول العربية، وتم قبول عضويتها بعد شهر من استقلالها. وبدأت دولة الكويت احتفالها بالعيد الوطني الأول في 19 من يونيو عام 1962، وأقيم بهذه المناسبة حينها عرض عسكري كبير في المطار القديم، حضره عدد كبير من المسؤولين والمواطنين في أجواء من البهجة والسرور. واستمر المواطنون يحيون العيد الوطني في موعده كل عام حتى صدر في 18 من مايو عام 1964 مرسوما أميريا بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس، تماشيا مع ذكرى تسلم المقول له بإذن الله الشيخ عبد الله السالم مقاليد الحكم في البلاد، والتي تصادف 25 من شهر فبراير من كل عام. وفي أغسطس صدر مرسوم أميري بشأن إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي الذي أنجز مشروع الدستور وصادق عليه الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه في نوفمبر عام 1962، لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية، إذ جرت أول انتخابات تشريعية في عام 1963. وعبرت دولة الكويت الحدود الإقليمية إلى الدولية في 14 من شهر مايو عام 1963، لتصبح العضو 11 بعد 100 في منظمة الأمم المتحدة بعد قبول عضويتها، بل ونجحت في الانضمام إلى العديد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لتسلك سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة، آخذة بالانفتاح والتواصل طريقا وبالإيمان بالصداقة والسلام مبدأ، وبالتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها والشعوب كافة هدفا. وخلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن لفترتين في تاريخها، نجحت في إصدار عدة قرارات حملت طابعا إنسانيا بامتياز، كما دعمت القضايا الإسلامية والعربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ونتيجة لدور الكويت الكبير في التوفيق بين الدول وإغاثة المحتاجين والمنكوبين حول العالم دون تمييز، سمتها منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2014 مركزا للعمل الإنساني، ومنحت أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لقب قائد للعمل الإنساني. واليوم ونحن نواجه جائحة كورونا، وبعد مسيرة 61 عاما، تكمل دولة الكويت خطواتها على طريق التنمية والنهضة الشاملة، متجاوزة جميع التحديات بتعاون أبنائها والتفافهم حول القيادات الحكيمة المتعاقبة. وفي ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وسط جهود كبيرة نحو تحقيق غد مشرق لأبنائها.